بسم الله، ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سميع يا عظيم يا هادي. المرحلة الثالثة هي طاعة الرسول الكرام عليهم السلام. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله. وموجود آيات اللي يطيع المولى يجب عليه أن يطيع الرسول، مش هو اللي حجر عثرة لمهمة الرسول عليه السلام. وعلى اللي عمل روح للمسلمين واتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، احنا من متعين له. وين السنة؟ من يحييها الآن؟ وقت يقول قائدنا المعظم عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي فقد أحبني. يعني هم الأحباب للرسول عليه السلام، هم اللي ساعين في إرجاع السنة إلى دورها في حياة المسلمين. ما دام غائبة بفعل فاعل منهم القذافي وغيره، اللي كان يدعو إلى الإيمان بالقرآن باش ينجي روحه وشوري روحه اللي هو من الإسلام، ولكن زهد وشكك في دور ووجود السنة النبوية الشريفة. وماذا منهم القوات الكلاب من بورقيبة وبن علي وغيره وغيره، يعني يخدموا في خدمة هدامة بقصدهم إغفال وتغييب السنة ودورها المبارك. نحن أهل محمد عليه السلام نتبع القرآن الذي نزل عليه من الرحمن سبحانه وتعالى عن طريق أمين الوحي سيدنا جبريل الأركونجا جابرييل كل بيد الله سوسيروي سيدنا جبريل عليه السلام. ونعتبر السنة الصحيحة هي الجناح الثاني لإيماننا وإسلامنا وإحساننا، لكي نعبد الله حق العبادة نكون من جملة المحسنين، كما أرادنا الله أن نكون خير أمة خرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونؤمن بالله سبحانه وتعالى.